مساء الليل، جثث بتتكلم، جثة كتبت مذكراتها. دي من أقرب القصص الجن اللي وصلتني واللي مرت عليا، وصلتني من شخص كان شاهد عليها. ما تنسوش تتابعوني في كل مواقعي اللي تحت اللي في صندوق الوصف، وتدعموا القنوات بتاعتي باللايك والشير. اللي بعت لي القصة بدأها كالآتي: في الفترة الأخيرة كنت قاعد أسأل نفسي كل يوم الصبح، أنا عملت إيه عشان تحصل لي كل المصايب دي؟ كانت حياتي هادية جدا لغاية ما أصيبت زوجتي بحروق شديدة نتيجة حريق حصل في البيت اللي كنا ساكنين فيه، وأنا وقتها كنت في الشغل. متحملتش الألم لما اتنقلت للمستشفى فماتت وسابتني عمال أتخبط وراها. مرت أيام بعد الوفاة وجت أمها وحاولت إنها تشد من أزر وتساندني، لكني كنت أشبه بالموتى، ردودي باردة وكل حاجة بشوفها باهتة. أصرت إنها تنظف البيت من الفوضى اللي هو فيها نتيجة الحاسة دي، فديتها مفتاح الشقة وسبتها ودخلت أوضتي في شقة أمي اللي ماتت اللي موجودة تحت شقتنا على طول. خلصت التنظيف وخبطت على الباب في الليل عشان تسيب لي المفاتيح وتقول لي إن أنا لو احتجت أي حاجة لازم أتصل عليها، لان انا بقيت وحيد دلوقتي زيها بالظبط. كنت قاعد عمال افكر لغايه ما رجلي خدتني ان انا اطلع فوق لا اراديا. انا ما دخلتش الشقه بعد وفاه مراتي، اكتفيت وقتها ان انا ابص بنظر خاطفه على باب الشقه، لكن دلوقتي انا بحط المفتاح في الباب وبفتح الباب برجلي. دخلت لجوه وانا تعبان وحزين وتمشيت جوه الشقه. انا صلحت كل حاجة نتيجة الحريق وتخلصت من كل الفرش المحروق، وبالطبع كان المطبخ على الحيط بعد اثار الحريق اللي ما قدرتش ان انا امسحها. غمضت عيني وتذكرت بعض المواقف اللي جمعتني بعزيزتي او زوجتي السابقة، فعلا وحشتني. جففت الدموع ورحت ناحية اوضة النوم، حزمت حقيبته وشلتها ولميت فيها كل هدوم، وقررت ان انا انزل استقر تحت، مش هقدر ان انا اعيش في الشقة دي من غيرها. وفعلا سبت الشقة وانا بسحب شنطتي ورايا. بصيت بص اخيرا لجوه وانا بقفل الباب، وحسيت ان انا سبت روحي جوه ونزلت لتحت. حطيت الشنطة جنب الباب ورميت نفسي على الكنبة القريبة وبسرعة رحت في النوم. كان الكابوس نفسه اللي عمال يجيني من اكتر من كام يوم، بشوف ان انا بقرب من قبرها، فأسمع صوت صريخها جوه بتستغيث وتطلب النجدة. فبسرعة ابتدي احفر في القبر لكن ما لقاهاش جوه، وفجأة تسحبني وتدخلني جوه القبر وتقعد تضحك عليا. فقت والعرق عمال ينزل من جبيني وانفاسي متقطعة، ازاي اقدر ما اخدش الكابوس ده مرة تانية؟ بصيت ناحية الباب وقررت ان انا اخد دش دافي يزيل التوتر والارهاق اللي عليا، لكن الشنطة ما كانتش في مكانها اللي انا سبتها فيه. توقعت ان انا دخلتها للأوضة فقعدت ادور عنها، لكن فص ملح وداب مفيش اي اثر ليها مطلقا. رجعت عشان اقعد على الكنبة بعد ما تعبت خلاص، وانا عمال اضرب كف في التاني، هي الشنطة راحت فين؟ وبسرعة خدت المفتاح وطلعت السلم بسرعة. قبل ما افتح باب الشقة كنت بتمنى ان يكون ظني مش في محله. فتحت الباب بالراحة وبصيت جوه لقيت الشنطة. انا متذكر ان انا نزلت بيها، لكن هل ممكن يكون الارهاق هو اللي عمل فيا كده؟ شلت الشنطة مرة تانية وتأكدت من ان انا قفلت الباب كويس ونزلت لتحت وحطيتها على حافة السرير وبدأت اطلع هدومي منها لمكانها الجديد. هنا لاحظت اختفاء بعض قطع الملابس رغم ان انا واثق ان انا حطيتها بايدي. قلت يمكن عقلي مشوش الفترة دي ومرهق. دخلت الحمام وبعد شوية نزلت المية الباردة عليا وعلى راسي عشان تخمد براكين التفكير اللي ولعة جوايا. قبل ما اخرج لقيت قطرات المياه بتتساقط من سقف الحمام. يا ترى هي والدة زوجتي نسيت تقفل الحمام اللي فوق ولا ايه؟ لبست هدومي بسرعة وطلعت تاني جري. كنت اتوقع ان انا هلاقي الحمام مليان مية عشان كده اتسربت من بعض الشقوق للسقف، لكن
فاجئني ان الحمام في شقتي جاف جدا، مفيش اي قطره ميه في الارضيه. هنا اتاكدت ان انا قفلت للصنبور الميه كويس ونزلت لتحت ورميت بجسمي على السرير وقفلت عينيا وحسيت بالبروده بتسري في جسمي كله. فقمت عشان البس ملابس تكون تقيله شويه ومسكت شال كانت جايبهولي مراتي المتوفيه قبل ايام من وفاتها، واحتضنته وشميته وحطيته جنبي ورحت في سبات عميق. كالعاده كوابيس كل شويه بشوفها واقفه قدامي بجسمها المحروق، الجلد منها عمال يقع زي ما تكون لسه خارجه من النار دلوقتي. كانت بتناديني بغضب وبتقرب مني، كانت عايزه تخنقني، لكن صحيت بسرعه من الكابوس دوت وانا عمال اكح. حسيت ان انا خلاص قربت اموت، ومره واحده رجعت للحياه. رحت للحمام عشان اغسل وشي وفوق شويه قبل ما اروح للشغل بتاعي. فجاه سمعت صوت الفرش بيتحرك من فوق، محدش في الشقه، مفتاحها معايا. هو ايه اللي بيحصل فوق بالظبط؟ لبست هدومي بسرعه وقررت ان انا اطلع اشوف في ايه فوق قبل ما اروح للشغل. كانش في اي حاجه مثيره فوق، الفرش في مكانه ما عدا الكرسي الهزاز كان جنب البلكونه. المكان ده كانت سميه مراتي بتحب ان هي تقعد فيه هناك، فانا بتحب تقعد جنب البلكونه. لا اراديا قعدت انده عليها، سميه حبيبتي انت رجعتي؟ محدش رد عليا، لكن افتكرت سميه ماتت ازاي السنه منها رد. رحت قفلت الباب ومشيت. كنت قربت ان انا اتجنن خلاص ورحت للشغل، ومن شدة حرارة الجو فتحت شوية زراير من قميصي من فوق. هنا لاحظت ان زمايلي في الشغل بيتكمسوا عليا، لغاية ما جاء احمد صاحبي ندهني عشان نتكلم بره المكتب. وقف قدامي وقال لي هو ايه هو الحاجة اللي على رقبتك ده؟ وانت في حد اتعرض لك او حاول يخنقك؟ في البدايه ما كنتش فاهم اي حاجه من اللي بيقول، لكن بسرعه افتكرت الكابوس، كابوس اللي انا دايما يجيني. لما بصيت له كده وقلت له وانت تقصد ايه؟ قال لي في اثار صوابع حوالين رقبتك. هنا قلت له فين؟ مسك موبايله وقعد يصور الاماكن دي ووريها لي. كنت عمال اقلب في الصور وانا مش عارف في ايه، حاولت ان انا اتماسك لكن الخوف كان باين على وشي لما فعلا دي اثار اصابع. هنا صاحبي دوت حس بيا وقال لي طب ما تيجي نقعد في قهوه قريبه، وفعلا رحنا وقعدنا مع بعض. كنت قاعد مش فاهم حاجه، مش عارف اقول له ايه واشرح له ازاي، لما لقيته مره واحده بيكلمني وبيقول لي اسمع احنا اصحاب من ايام الجامعه، قول لي ايه اللي بيحصل معاك، وانت مديون من الفلوس لحد ولا حاجه عشان كده؟ قلت له لا 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 لا، لكن بعد وفاه مراتي ما قدرتش اقعد في الشقه عشان كده رجعت تاني نزلت شقه امي الله يرحمها. بس الامور بقت مخيفه جدا وغريبه، بتحصل لي حاجات عقلي مش قادر يستوعبها. وبدات احكي له كل حاجه حصلت، لما لقيته بيبص لي كده في دهشه وقال لي احنا لازم نجيب شيخ يقرا في الشقه، ده شيء عادي، يقرا شوية آيات قرآن وكده. وفعلا بعد ما خلصنا الشغل رجعت لشقة أمي وأكلت أكل كده خفيف حضرته على السريع، وقعدت عمال أبص في السقف اللي كانت أصوات الاحتكاك شغالة ونقل الفرش شغالة منه على طول وأنا سامعهم كويس، لما جاني اتصال من صديقي أحمد اللي طلب مني إن أنا استناه في شقتي لأن هو جاي في الطريق ومعاه الشيخ اللي قال لي عليه. طلعت لفوق وبدات افتح الشبابيك والبلكونات عشان يوصل لها ضوء النهار وتخف الكآبه شويه اللي حلت في المكان دوت. ورحت غرفه النوم لاحظت ان في بعض الحروف المكتوبه على ازاز المرايه معرفتش افهمها. دق جرس الباب فبسرعه رحت عشان افتحه، كان الفزع على وشي كفين ان يبس الخوف اصلا في نفس احمد صديقي. كنت مرعوب من اللي شفته، لما قال لي انت مالك في ايه؟ قلت له مش عارف، في بعض الحروف مكتوبه كده على المرايه جوه ما اعرفش ايه هي. فقال لي طب تعالى نشوفها، فعلا مشى ورايا احمد والشيخ اللي كان جاي معاه
وقف احمد قدام المرايه مدهوش لما بصيت لهم وقلت لهم بخوف اقسم لكم كانت فيه هنا حروف مكتوبه. هنا بص لي الشيخ لما ما لقاش اي حاجه على المرايه وقال تقلقش ما تقلقش دي يمكن رسائل ليك لوحدك من مراتك. هنا بصيت له كده قلت له مراتي ميت اصلا. لما قال لي اسمع كويس الموت بينفصلوا عن عالمنا لكن ارواحهم بتفضل موجوده حوالينا. اخرج بره مع صاحبك واستنوني بره شويه. قعد الشيخ دوت يمشي في الشقه يمين وشمال ما سابش ركن الا وقف قدامه وقعد يتلي بعض ايات القران والادعيه ودعا وقال لمراتي انها تسيبني في السلام وانتهى الامر ومشى مع صديقي دوت. بعد ما امرني ان انا لازم اقرا الاذكار قبل النوم عشان اتجنب الكوابيس وفعلا قفلت الابواب والشبابيك وغيرت كالون الباب كمان رغم ان محدش معاه نسخة اصلا من مفاتيح الشقة بس حبيت اتأكد ان انا الوحيد ونزلت لتحت. كان عندي بعض الشغل اللي لازم اخلصه ففعلا فتحت اللابتوب بتاعي وقعدت عشان اخلص الشغل دوت وجبت معايا كوباية قهوة وبدأت اشتغل. انا مش عارف عدى وقت قد ايه وانا عمال اشتغل الا لما مرة واحدة الموبايل رن ولقيت احمد بيتصل عشان يسأل عن حالتي ويذكرني بالاذكار والادعية قبل النوم. فعلا كملت الشغل بتاعي مرة واحدة وقفت لان حسيت بحاجة بتتحرك فوق. مرة واحدة صوت صريخ لقيت موبايلي بينور يعني في اتصال. ضغطت عشان افتح واستقبل المكالمة وانا مذهول واتصدمت لما كان صوت سمية مراتي وبتقول لي ارجوك الحقني حريق كبير في البيت. قعدت اقول سمية انت فين وقعدت اصرخ لما الاتصال اتقطع. هي ذاتها نبرة مراتي كان باين عليها الخوف على التليفون. ما تملكتش نفسي جريت بسرعة لفوق بعد ما سحبت مفتاح الشقة من جنب اللابتوب وفتحت الشقة اللي فوق بسرعة. كانت الحتة عاملة زي الخشب والبلاستيك المحروق لكن ازاي الريحة دي ما كانتش في المكان لما جاء الشيخ للبيت. حاولت ان انا اولع النور لكن ما اشتغلش. ولعت كشاف الموبايل بتاعي وبدأت اتنقل في الشقة. المرة ديت اللي هيحصل مش تهيؤات وبس لان انا لما رجعت للشقة بعد حالها كل حاجة لقيتها مرمية على الارض وشفت دخان خفيف بيتصاعد من الخشب المحترق كأنه ما انطفاش لحد دلوقتي. ازاي بعد المدة دي كلها واللي زاد الطين بلة الانفاس اللي بديت احس بيها جنبي والتقل اللي كان قريب من جسمي كأني في حد بيعتصرني لكن رائحة الاحتراق قريبة مني جدا. ما تحملتش وخرجت من الشقة وانا عمال اكح. قفلتها واقسمت ان انا ما اطلعش ليها تاني تحت اي ظرف. ما قدرتش ابات في بيت امي. اتصلت باحمد صاحبي ورحت عشان ابات عنده. فعلا رحب بالامر ما سألنيش على اي حاجة لكن انا حكيت له على كل حاجة حصلت. فوقف وما تكلمش بولا كلمة. الصبح طلب مني ان انا اروح معاه لشخص صديقه. هنا بصيت له باستسلام فقال لي اسمع في واحد اعرفه اسمه ابو النور هيتمكن انه يساعدك وهتلاقي عنده الحل. بصيت له كده قلت له ابو النور ماشي خلينا نروح له. وفعلا رحنا من بيت ابو النور. ما كنتش اعرف عنه حاجه غير اسمه بس ولا اعرف مين ابو النور ده. كان راجل عجوز لابس جلابيه واسعه شايل في ايده السبحه من الاحجار الكريمه وقاعد قدام بيته على المصطبه. سلمنا عليه فهب ووقف وشه كشر كده وكلم احمد قال له انت جبت لي صاحبك ليه؟ لما بص له احمد وبص لي وقال له هو عايزك تساعده ما تبخلش عليه يا مولانا. هنا كان بيغمزني في جنبي وقال بصوت واطي ليا شايف عارف انك معايا رغم ان هو اعمى. هنا بصيت لقيت فعلا اعمى لما قلت له مش يمكن يكون بيمثل على الكون. هنا بص لي وقال لي ابو النور ده من المبروكين. لما جاء ابو النور قال اتفضلوا لجوه. دخلنا كان المكان هادي جدا ومترتب وطلب ان انا ابسط له الكفي وقعد يمشي عود من اخشاب الاشجار على ايدي
وبدأ يحكي كل حاجة حصلت لي. وبعد ما خلص ساب ايده وقال هنحضر روح مراتك عشان نستجوبها ونعرف سبب غضبها. هنا بصيت لأحمد وبقول له انا مش مصدق كل ده، انا مش مصدق حاجة من الكلام ده، يلا نمشي. لما قال لي تقلقش مش هكلفك حاجة خالص، انا ما باخدش فلوس، اذا ما لقيتش فايدتك عندي امشي. هنا احمد مسك ايدي فاستجمعت قوتي وشجاعتي وقلت له موافق. قال لي احنا لازم نستنى لغاية بالليل، وفعلا استنينا. ولما الليل نزل طلب ان احنا نطلع فوق معاه للسطح، وقعد على الارض وغطاني بملاية بيضة وبدأ يتلو ايات من القرآن ويرمي فوق حاجة انا مش عارفها، وحسيت ان عينيا بتتقل وسمعت همس في ودني لو استسلمت هتموت. غمضت عينيا وحاولت ان انا اتحلى بالقوة، وسمعته بيندهها باسمها وباسم امها وهي بتجاوب على اسئلته. فقال لها انت بتضايق جوزك ليه؟ لما قالت له انا عالقة هنا ممشيتش لسه وعايز افضل معاه، لكن هو بيحاول يتخلص من ذكرياتنا وعايز يفضل في شقة امه، عشان كده قررت انتقم منه. لما قال لها طب وليه ما مشيتش بهدوء؟ قالت له ما اقدرش الا بعد ما تولد وروح تانية جديدة في المكان، قبل كده ما اقدرش امشي واسيبه. هنا سكت ابو النور ده وقال لها بعد شوية يعني انت دلوقتي تسمح له ان يتجوز واحدة تانية؟ ردت وقالت لا هو ليا وحدي. قال لها طب ازاي هتولد روح تانية في المكان؟ لا قالت له مش مشكلتي، ممكن يصعد الشقة كل شوية ويقيم معايا وانا مش هعمل له اي اذى او اتعرض له. لما قال لها هو ممكن يعيش مع شبح؟ هنا قالت له لاحظ ان انا ما اذيتوش لحد دلوقتي. قال لها هو مفيش حل تاني عشان تنصرفي عنه؟ لما ردت بصوت قاطع وقالت لا. هنا قال لها انصرفي، وفعلا رفع الملاية من عليا وبصلي بحزن وقال اما انك تتقبل وجودها كده في حياتك او انك تمشي وتسيب البيت دوت، او انك تأجر الشقة ديت لعريس جديد ويمكن يرزق بطفل بعد كده. لما بصيت له قلت له الظاهر كده، الظاهر ان انا هعمل كده. كنتش مصدق الكلام ده كله في البداية. لما جيت أجر الشقة محدش كان عايزها لان اتسربت المعلومات المخيفة عنها، لغاية ما جالي في يوم زوجين لسه جايين جداد وعايزين يأجروها، وفعلا أجروها. وبعد كام شهر عرفت ان الزوجة حملت ونتبقى 5 أشهر وتنتهي مأساتي. هل يا ترى الشبح هيمشي ولا لأ بعد مولد الطفل، ولا هيستمر يعذبني مرة يوم ورا التاني ورا التالت على حر من الجمر؟ وما انتهاش الامر بالسكن الزوجين في الشقة، لان هي كانت بدأت تلحقني في شقة امي، بكاءها وصراخها وتحريكها للفرش كان بيشتغل معايا طول الليل طول الليل، ما توقفتش الاصوات ديت، وخصوصا بعد ما الزوجين اللي فوق يكونوا ناموا يعني بعد نص الليل. بقيت مجذوب بستنى الايام عشان اتحرر من العبء دوت. فكرتش في يوم من الايام ايه اللي ممكن يحصل لمولود الاسرة ديت لما يجي للعالم دوت. كنت اناني، كنتش عارف يا ترى سمية هتقتله ولا هتضحي بيه ولا ايه، ولا هتقتص مني في العيلة ديت اللي ملهزم. كان كل هم ان هي تمشي وبس، قلت يمكن تاخد رضيعهم لان القدر ما امهلهمش الوقت الكافي للحصول على طفل في احشائها، فيمكن هي عايزة الطفل دوت. كنت حاسس بالذنب في كتير من الاوقات، لكن مقارنة باللي امر بمريت بيه والجثة اللي بتلحقني بتاعتها كل شوية، كنت لازم اعمل كده. كان لازم ان انا ابعد عقلي وقلبي على جنب، في جثة بتطاردني. كان باقي على موعد الولادة كام يوم عشان قدوم الوافد الجديد، وكنت دايما بتابع الاخبار مع جزء الست ديت، ويومها اتأكدت ان انا لازم اكون معاهم عشان المخطط يمشي بسلام. وفي لحظة خروج الممرضة عشان تحط المولود بين دراعين ابوه، هنا ابتسمت ابتسامة شيطانية وتنفست تنفس قوي وقلت ساعات وهينتهي كل حاجة. اطمنت على مراته وسبته، وبعد فترة هم جابوا شنطهم ورجعوا تاني للمنزل، ودي اللحظة اللي انا عايزها. قابلتهم تحت ووصلتهم بالشنط لغاية باب الشقة ونزلت لشقة امي تحت. كنت قاعد في انتظار نداء استغاثة يطلع من ابو الطفل بعد ما يختفي الطفل او تحصل له اي حاجة.
لكن انتظاري طال لغاية الليل ما نزل. قعدت أراقب المرايا وأبص لزوايا الغرف، استنيت تحرك الفرش فوق أو هنا، لكن الصمت كان بيغلف المكان. طلعت لفوق بحجة إن أنا أطمن على مولودهم، وخبطت أكتر من مرة. لما جاء صوت الزوج ضعيف، وبعد شوية فتح باب الشقة بعينين نايمة. هنا قعدت اختلس النظر عشان اشوف الوضع ايه. كان كل حاجة في مكانها، فسألته عن رضيعه وعرضت عليه المساعدة في اي حاجة، لكن قال لي ان والدة مراته جت وان هي هتقوم بكل حاجة، فودعته ونزلت لتحت. حصلتش على اي اجابة شافية. قضيت الليلة كلها باصص في السقف بس، مش اكتر من كده. كل حاجة كانت باينة طبيعية، لكن جوايا حاجة ما تبشرش بالخير، مش عارف ايه هي. ده ترى هو انا اعتدت خلاص وتعودت على وجود جثتها، ولا كل حاجة انتهت، او انها صدقت وعدها وسابتني بعد ما اتولدت الروح ديت. تاني يوم الصبح كنتش قادر اتحرك، عظامي كانت اتيبست من القعدة ليلة كاملة على الكنبة. انتبهت على جرس الشقة اللي عمال يرن ورا بعضه، مشيت ناحيته ببطء، فلقيت المستأجر قدامي ومديلي ايده بمفاتيح الشقة، وقال لي ان والدي زوجته طلبت ان هم يروحوا يسكنوا معاها. حاولت اقناعه اكتر من مرة ان يحتفظ بالمفتاح، لكنه رفض وقال لي ان اللي اتبقى من العقد باقي لسه كام شهر، مش هيجي وقتها هو للقاهرة. هنا سألته عن الرضيع، كنت عايز اشوف اجابته ايه. قال لي ان هو كويس وسابني ومشى. هنا انا قعدت افكر، قلت طب انا هعمل ايه دلوقتي، وقعدت ورا الازاز اراقب الزوجة ووالدتها وهم نازلين من السلم. كنت بص عليهم من الشراعة، كان الاب شايل الرضيع بالايديه ما حصلوش اي حاجة. وفجأة حسيت بحاجة بتلعب في دماغي من ورا، انتفضت بسرعة. كانت هي المرة دي شايفها واقفة بابتسامة غامضة، وتكلمت وقالت قلت لك ان انا همشي بعد ما تتولد روح تانية في المكان، قبل كده لا مش همشي واسيبك. لما قلت لها وانا خايف في ولد رضيع بالفعل اتولد هنا، هنا بصيت وقالت لكنه مش ابننا. قلت لها ابننا ازاي اعمل كده وانت متوفية وانا على قيد الحياة؟ كنت بكلمها برعب وخوف، لما قالت مش مشكلة هرجع لك في الليل عشان احللك المعضلة ديت، واتبخرت من قدامي. كنت واقف مش عارف ده حلم ولا علم، مش قادر اصدق اللي حصل ديت، مش قادر اصدق اللي حصل. مسكت تليفوني بسرعه وكلمت صاحبي وحكيت له على اللي حصل، طلبت منه انه يجي بسرعه عشان نروح لبيت ابو النور. ورحنا هناك، لما اتفاجئنا ان هو مختفي من كام يوم، مبقاش قدامي غير ان انا اواجهها، لكن انا مش قادر اعمل حاجه. رجعت للبيت وفي راسي فكره مجنونه هتنهي كل الكلام دوت. جبت دفتر مذكراتي اللي انا اعتدت تدوين اللي بيحصل بيه كله في حاجة في الفترة الاخيرة، وقعدت احكي كل اللي حصل معايا من الاول لحد دلوقتي، وبرضو اللي انا ناوي اعمله. قفلت الدفتر كويس ونزلت للبواب واديتهوله، قلت له ان يسلم الدفتر دوت للشرطة لما تيجي. وما فهمش انا بقول كده ليه، ولا ما كلفتش نفسي ان انا اشرح له، وطلعت تاني لشقتي. كانش في حاجة محددة بتدور في عقلي، بس انا عايز ارتاح من الرعب اللي انا فيه دوت، ارتاح من الخوف ده كله. هو باقي كام ساعة وهتيجي. وتنفست بعمق لما وصلت وبدأت اتكلم معاها، قلت لها انا اسف، انا ما ظلمتكيش ولا يوم، مش قادر اقضي حياتي مع جثة من اربع جدران، هينتهي كل حاجة دلوقت. وسحبت جركن بنزين كان معايا ورميته على الاساس والفرش كله، وولعت النار، وقفت اشوف النار وهي عمالة تاكل كل حاجة، وبسرعة انتشرت النار في الشقة كلها ومسكت بيا. انا بتحرق دلوقتي بس بحس بألم اللي مرت بيه مراتي قبل وفاتها. دقايق وهينتهي كل حاجة، هتيجي الشرطة ويسلمهم البواب المذكرات ديت، المذكرات اللي فيها اعتراف ان انا اللي ولعت النار في الشقة عشان اتخلص من حياتي، الاعتراف اللي تحتيه توقيع بخط ايد، وهنا يعرف الكل اللي حصل لي، وهتهدى روح مراتي
وتستكين، وهيعرف الكل ان الجثة كتبت مذكراتها قبل ما تحترق. القصة خلصت، وصلتني من شخص بيقول كان مقرب من صاحب القصة وارسل لي صورة على الموبايل من المذكرات دي وطلب رأيي في الموضوع، وانا اديتهوله واقتنع بيه. انا مستني رأيكم تحت في الكومنتات، هل الموضوع ده جن ولا قرين ولا صدمة نفسية؟ وبعد كده هقول لكم انا تحليلي ايه في الموضوع ده. سيبوا تتابعوني في كل قنواتي ولايك للحلقة ديت. شكرا لكم، مع السلامة.